السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدي صمودي. هالنهار إن شاء الله نتحدث على واحد ثلاثة الأشياء اللي كتجعل أنثى الأرنب ما كتولدش. أول حاجة ممكن أنه تجعل الأنثى ديال الأرنب ما تولدش، وهو واحد وجود الفئران. وجود الفئران إما في القفص أو في المكان اللي كاينين فيه الأرانب. خاصكم تعرفوا باللي وجود الفئران في المكان أيا كان النوع ديالها، إما الفأر الكبير أو الفأر الصغير. اسمو كيوقع اللي كيوقع هو أنه الأرنب بالطبيعة ديالو أنه حساس وحساس بزاف وكيخاف، هو خواف بزاف، واحد الدرجة ما كتصوروهاش. هو يخاف من اي حاجه، يعني غير الا تبدل عليه الانسان اللي مرافقه ديما كيخاف. حراك عاد الفئران ملي كتكون في البلاصه اللي فيها الارانب، سمو كيوقع وجود ديالها فهو بمثابه ضجيج وعدم استقرار بالنسبه للارانب. سمو كتلقى الامهات كترمي الصغار ديالها قبل وقت الولاده. اذا سمو خصنا نديرو، خصنا وفي الحقيقة نهضرو على علاش بعدا كاينين الفيران كيكونوا في حدا الأرانب. السبب هو وجود الأكل ديال الأرانب، لأن الفئران سمو كتبغي الخبز جاف. بعدا شحال من خطرة كنهضر على الخبز جاف مفيد للأرانب، ولكن منين كيشوفوه الفئران متجمعو مثلا في واحد البانيو وهما واحد الخنشه ولا ملي كيلقاو كيمشيو له، كيبقاو انهم يمشيو لهذاك الماكله ديالو. وعاوتاني كاينه الفئران كيبغيو حتى السيكاريم ديال الارانب، كتلقاهم حتى قبيل الخنشه وكتلقاهم كيبغيو ياكلوا منها. يعني السيكاريم ديال الارانب حتى هو كيبغيو الفئران. اذا اول حاجه خصنا نقوم بها وهي ابعاد هذا الاكل عن مكان، وتخصيص واحد المكان ديال التخزين ديال الاكل، ديرو خاص واحد المكان باش تخليوه مع القفص داك الاكل زعما باش يجيكم قريب. لا، حيدوه، خليو البلاصه ديال الاكل مثلا شي خنشه فيها السيكاريم ولا شي حاجه ديال الخبز كامل، ولا حطوه في واحد الجهه بوحدو، ما تخليوش مع الارانب. ثاني حاجه خصكم ديروها في الحقيقه وهي التخلص من الفئران بطريقه معروفه، اما مصيده اللي كيديروها اللي كيبنيوها لهم، او هذيك اللصقه الخاصه ديال اللي كيلصقوا بها الفئران. انا اللي بغيت نتكلم عليه وهو ما ديروش هذوك المواد السامه، مثلا واحد الغبره كيديروها ولا على حساب الارانب، لان ممكن انها تضر حتى الارانب. يعني المواد السامه عفوا كيديروها على حساب الفئران، حاولوا انكم ما ديروهاش لان ممكن تضر حتى الارانب. هذا من جهه. اما السبب الثاني وهو اللي يمكن يجعل الانثى ما تولدش، وهو السمنه رغم التلقيح ديالها من الذكر. لان السمنه اسمو كدير، السمنه هي عباره على اش؟ عباره عن شحوم متراكمه في المبيض كتراكم في المبيض. اسمو كيوقع ان داك الشحوم اللي كتكون متراكمه ما كتخليش السائل المنوي انه يوصل للمنطقه اللي غادي يحدث فيها الحمل، يعني كيبقى غير على برا، بالتالي ما كيحدش الحمل. فكم من المربين كيبدلوا الذكر ظنا منهم ان المشكل كاين في الذكر، فكيوقعوا في واحد الحيره، كيبقى يقولوا ياك ما الذكر هو اللي فيه المشكل، كيمشيو يبدلوا الذكر على والو. هو راه المشكل كاينه في السمنه اللي ادات السائل المنوي ما يوصلش للمنطقه ديال المبيض. هذا من جهه اخرى. كاين عاوتاني واحد السبب اخر وهو السبب الثالث، وهو وجود خلل في الهرمونات عند الانثى. كتكون هي من صغرها هي في هذاك المشكل، بحيث توجد بعض الحالات كتجعل الانثى ديال الارانب ما كتولدش رغم وصول هذا السن ديال البلوغ، يعني 6 شهور الفوق، ورغم الحجم ديالها المتوازن. كتقولوا صافي راه الحجم ديالها راه ما يمكنش، راه صافي غادي تولد، ورغم التلقيح ديالها من الذكر فانها يعني ما كتولدش.
علاش؟ لان هناك وجود خلل اما كيكون وراثي او خلقي، اما الدايه عند امها او كيكون خلقي مزيود فيها هكاك ما كتولدش. وسمو السبب هو كيكون نقص ديال واحد الهرمون سميتو التستوستيرون، هرمون التستوستيرون. فهاد الحاله اسمو خصنا نديرو، ماشي نبقاو نتفرجوا فيها ونخليوها تاكل لا 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 الماكله، تما غتولي مخسرانه. خصنا نتخلصوا منها، وذلك اذا تلقحت ثلاثه المرات متابعه. الا شفتوها ثلاثه المرات يعني ثلاث شهور وهي كتلقح كل شهر وما كتولدش، عرفوا راه كاين تمايا شي خلل. كاين خلل، ما كاينش الحمل، صافي ما خصناش نخليوها مع القاطع. علاش؟ لان غادي تخسر المربي، لانها كتاكل المقياس اليومي ديالها من السيكالين، وفي نفس الوقت خصنا نستنفعوا منها. كيفاش غنستنفعوا منها؟ خصها تولد، ولا ما كانتش كتولد اذا المكان المخصص لها ممكن ان خصنا نحيدوها ونعوضوها بواحد الانثى اخرى اللي كتولد، اللي ولاده، اللي حنا كنقولوا الانثى ولاده. اذا حقيقه من المستحسن انكم تسمنوها وتبيعوها على اساس الوزن، ولكن ماشي على اساس الكسيبه، باش ما يوقعش المشكل المربي اخر. اذا هذه الحلقه ديال هذا النهار، حلقه مفيده. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد يلي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.